فيني قلكوا عن شغلة بتضحك كتير؟ بنته أليشا على طول بتناديله حضرة الشيف إيجي، بتصدقوا هالحكي شي؟ وأخيراً بعرفكن على أهم خادمة عندي، جودان أكشاد جيندال، أصغر حماية بالهند، وكمان معروفة بإنها تافعة وبتحكي حكي بلا طعمة دائماً. لهيك اسمحوا لي أقدم لكم إياها بصفتها الجديدة، هي خادمتنا المسؤولة عن تنظيف الأحذية بهالبيت. رح خليها تنظف لي كندرتي. أنا قصدي إذا ما كان عنا شي ننظف فيه، فيها تستخدم تياب الوسخين للتنظيف بدال أي شي تاني. وهيك أنا بكون عرفتكم كلكم على خدم عائلتنا الحاليين، وأنا متأكدة من خبرتهم بالشغل. وهلأ خلوني قلكم شغلة تانية، حفلة الليلة كتير مهمة عندي لأني رح جرب أداء الخدم. رح يكونوا هدول الخدم كلهم تحت أمركم خلال هالحفلة. هن خجلانين لأنه هي أول حفلة رح يخدموا فيها بالبيت، لهيك خلونا نزقف لهم زقفة قوية وكبيرة. بتعرفي شو دورجا؟ هن رح يشتغلوا منيح ويخدموا الكل، مبين عندهم خبرة. بس برأيك ما بيكون شي حلو إذا سلونا كمان شوي؟ ها؟ صار وقت التسلاية هلا. أنت شو عم تحكي فيكرانت؟ عنا خدم كتار وتحت أمرنا، ليش لحتى ما يسلونا يعني؟ مثل ما بتعرفوا إنه أليشا هي أصغر بنت بالعائلة تبعنا، صح؟ بس في حدا كبير ولساته شقي وبيحب اللعب كتير، واللي هي الخادمة جودة. ولهالسبب البسي هدول التياب وسلي ضيوفنا منيح.